صباح الخير لكل المشاهدين بلبنان والعالم، برحب فيكم بحلقه جديده من برنامج الحدث. اليوم الاثنين 16 تموز 2012، بصيرنا انه رحب بضيفي بهالحلقه استشار جابور، مدير تحرير جريده الجمهوريه. صباح الخير استشار. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. طبعا اليوم بعد يعني معرفه نتائج انتخابات الفرعيه في الكوره وفوز مرشح القوات اللبنانيه دكتور فادي كرم، تعيش الكوره يوما جديدا، وايضا مختلف الاطراف السياسيه اللي كانت تتنافس في هذه الانتخابات ايضا دخلت في مرحلة جديدة، مرحلة درس النتائج وقراءتها تمهيدا لانتخابات العام 2013. رح نحاول انه نجري معك اليوم قراءة لهذه النتائج ومختلف المعطيات يلي رافقت حصول هذه الانتخابات، وكيف يعني يمكن الاستفادة منها من اجل قراءة المستقبل القريب، خصوصا وانه نحن على مسافة 10 اشهر تقريبا من موعد الانتخابات المقبلة. رح ايضا ناقش معك مختلف المواضيع الاخرى المطروحة على الساحة المحلية بما يتعلق ايضا بالازمة السورية، ولكن بالبداية اسمح لي توقف مع موجز لاخر الاخبار. نحن ومشاهدين بتوافينا في مباشرة الزميلة كلارا. مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا، واذا فينا نقول بنبدا معك الحوار من جديد استشار. كنا بلشنا هيك بقراءه لنتائج الانتخابات وقلنا انه ما فينا نحكي عن منتصر ومهزوم، وانه لاحظت انه لم يحصل تغيير في المزاج الشعبي رغم انه حصلت تطورات. هون بدي اتوقف عند الحزب القومي تحديدا، يعني بيعتبر نفسه يمكن ما خسر الخسارة اللي كان خيفان منها، لأنه فعلا نسبة للوقت الضيق يلي كان قدامه وأنه ما تسنى له يتحضر كما يجب، أنه حلفائه حتى ما وقفوا إلى جانبه من البداية، وقفوا يعني متأخرين بدعمه، رغم ذلك يعني حقق هذا الأمر حتى ولو لم يؤدي إلى يعني ربح إلى فوز مرشحه. يعني أيضا هون كيف تقيم ما قام به الحزب القومي والنتيجة يلي انتهت إليها الانتخابات بالنسبة له؟ بالآخر يعني هذه من المناطق يمكن القليلة اللي الحزب القومي عنده حضور سياسي شعبي مشهود له فيها، هي أولا. اثنين، يعني بمعزل عن يعني التحضير والإدارة الداخلية كثير مهمة، بس أنه الواضح أنه طابع المعركة هو طابع سياسي بامتياز، والاختيار ما كان اختيار على خلفية إذا بدك وليد عزار فريد كرم، اختيار كان بين مرشحين ينتمي كل منهما إلى خط سياسي يختلف عن الآخر بشكل جذري. فمشان هيك يعني المسألة منا فقط مسألة تحضير، يعني مكانة حزبية ما بدها أكثر من 10 أيام أو 15 يوم بانتخابات فرعية تقدر تعمل اللي عملته. بعتقد أنه لا، كل حلفائه في شيء بالإعلام، في شيء وراء الكواليس، يعني كل المكانة السياسية لثماني أدار لا كانت مستنفره بهذا الاتجاه، بمعزل منذ البدايه ولا يعني اخر كم يوم؟ اخر 10 ايام، يعني بمعزل عن اذا بدك الشيء على المستوى الاعلامي، يعني في شيء على المستوى الاعلامي لم يصار الى تظهيره، وهذا يمكن من ضمن التكتيك الانتخابي اللي اعتمد، وفي شيء لوراء الكواليس كان عم بيصير في عمليه استنفار وتعبئه. برجع بقول لك الاساس خلص في بيئتين مقسومتين، 14 8 اذار هي اللي غلبت بهذا الاستحقاق ويلي عم تغلب بكل الاستحقاقات الاخرى يلي قطعت قبل. هلا هذا الشيء بياكد على شو؟ بياكد اذا بقيت الامور على ما هي عليه على المستوى الاقليمي بالمشهد الماكرو الكبير من هلا 2013، معناتها انه المزاج الشعبي بقي هو ذاته من 2013، معناتها في تقدم ملحوظ ل 14 ادار نسبه انه هي ربحت 2009، بعد هي متقدمه بهذا الاستحقاق، يعني مشان هيك 14 ادار امامها ما فيها بقى تقول انه لانه في مقوله تقليديه اذا بدي ما فيك تربحي في لبنان اذا ما ربحتي بالمنطقه، انه انا حكما اذا انا ربحت المشهد بالاقليمي انهار النظام السوري، النظام الايراني صار في عزله وكل تداعيات انهيار النظام حكما سينعكس عليك ايجابا او على المؤشرات، لانه هذا الامر قد يحصل أوكي. قبل انتخابات العام 2000 بما انه ما في ربما مؤشرات حاسمه بهذا الاتجاه، لازم يروحوا باتجاه اجنده اخرى. شو هي الاجنده الاخرى؟ يعني بدك تقولي في مزاج واضح شو اتجاهه لتقدري انت تربحي بهذه الانتخابات، بدك تفوتي على المستوى يعني تحطي خارطه طريق داخليه، تشوفي من هو المرشح اللي بيقدر يجيب داخل بيئته افضل، شو الخطاب السياسي اللي لازم يعتمد، شو العناوين الاساسيه اللي لازم تخوضي على اساسها الانتخابات، كيف هلا من على المستوى الاعلامي وعلى المستوى الاداري ببلش تشتغليها، كيف التنسيق بين الحلفاء، عوده رئيس سعد الحريري، كل القوى السياسيه 14 ادار، شو المشهد بتقدر ترجع تقدمه، كيف ممكن ترجع تشرك الراي العام الاستقلالي اكثر، في شيء بده نعمل. يعني هالانتخابات اظهرت شيء كثير مهم، انه مزاج الشعب بعده ذاته، فلذلك تقدر تربح وتشكي وتقدر ترجع تسجل انتصار، ما بدي اقول حاسم بس انتصار شبيه بالانتصارين 2005 و2009، وتقدر تكمل بهذا المنحى وتقدر ترد، بدها ترجع تشوف شو هي الاجنده بتشتغل عليها. يعني مانا رايحه 14 اذار مرتاحه،
الى انتخابات العام 2013 بشكل انه رح تكون محسومه النتائج توازن القوى واضح يعني ما بقى يعني كل الترجيحات بتقول انه من ناحيه ما حيكون في انقلاب بالوضع الشيعي المزاج طبعا بالعكس يعني اللي دلته الانتخابات يعني 99% يعطوا بهذا الاتجاه يلي اتجاه 8 اذار صحيح. بالمزاج السني لما بتقول 68 مقارنه مع 70% يعني عمليا بعده هو ذاته يعني مع كل الصعود الاسلامي مع كل هذا الوضع ما اختلف وضع المستقبل والوضع درزي وضع درزي يعني النائب وليد جبار وضع المستقبل ما اختلف بتعتبر يعني بحسب يعني بنعمل قراءه للاصوات السنيه يلي يعني بنرجع بنقول انه انتخابات فرعيه لي ما فينا نسقطها على انتخابات عامه بس اذا بنقول انه 68% لا رقم جيد على شطول 14 مقارنه بال 2009 هلا بدك تقول ال 1100 ال 1100 هول ما راحوا يعني في اتجاهين وهذا بده ينشاف ال 1100 ما راحوا عطيوا اعتراضا على اداء 14 اداره تغيير المستقبل او ما راحوا عطيوا لهم انتخابات فرعيه ما حسوا حالهم معنيين يعني كمان لكل وحده بتروح باتجاه مختلف عن الاخر شفتي كيف؟ بس اكيد مع الصعود الاسلامي بالعالم العربي وفي لبنان ربما يكون في تحول بسيط بس تبقى المعركه الاساسيه يعني عملت كل هي تقول تبقى المعركه الاساسيه داخل البيئه المسيحيه اظهرت الانتخابات انه الشيء اللي صار بين 2005 و2009 شو صار؟ صار في انه ميشيل عون بال 2005 اخذ 75% من اصوات المسيحيين، بال 2009 نزل لل 45%. الرهان انه التطورات بالمنطقه تخلي انه كمان ينخفض التمثيل العوني ما كانت بمحلها، لا التمثيل العوني قدر حافظ او المزاج المسيحي الثماني اداري حافظ على نسبته، بدك تشوفي من هون وطالع كيفيه اداره المرحله الانتخابيه. اين تكمن قوه العماد عون هون يعني؟ نعم؟ أين تكمن قوة العماد عون الشعبية؟ رغم أنه مثلا بال 2005 2009 كان في ورقة التفاهم العلاقة مع حزب الله أكثر من نقطة رجعته من 2009 لهلا دخل إلى الحكومة بعشرة وزراء يعني هلا مؤخرا البعض بيشوف أنه يمكن قد يكون هذا أمر أحرق التيار أكثر مما أفاده أيضا كان فيه هو يعني إلى جانب النظام في سوريا البعض كمان توقع أنه مسيحيا ما يكون هذا الأمر مقبول تبين أنه بالعكس يمكن المسيحيين خيفانين يعني هم أقرب إلى العماد عون ف يعني وين هي نقطة القوة تحدي؟ هل هو العماد عون يعني وين ما راح بتلحقه قاعدته الشعبية برأيك ولا إنه يعني إذا بدك في قاعدة صلبة ها؟ خلص يلي بده يعني الخسارة الكبرى يلي كانت مني هو فيها إنه كان 75% نزل لل 45 أو 46% أو 48% بس إنه نزل تحت 50% هلا لا صار في قاعدة صلبة، القاعدة الصلبة ما بقى بسهولة فيك تنزليه تقدر تنزليه بده يكون في حدثين اساسيين حدث خارجي يقدر كمان يعمل نقزه انه كبير بمثابه انهيار النظام في سوريا وفي اداء داخلي يعني كمان بدها تعطي 14 اذار اشاره ل 15 او 20% من المسيحيين المترددين انه هي كيف تتعامل بالملفات الداخليه بتبلش من طريقه حكمها بالاداره لتوصلي بالاقتصاد لتوصلي بالخيارات السياسيه بس ما هي معارضه اليوم بتقدر يعني انها تشتغل على هذا الخط تحديدا مع جمهورها ربما من خلال اشارات سياسيه موقف سياسي تبين اذا بدك عن تنظيم متراس عن اهداف واضحه انه في وحده حال بيناتها تعطي كلها اشارات متضامنه مع بعضها يعني في مجموعه خطوات يجب ان يصار الى اتخاذها بس الاكيد انه بين 2009 انتخابات بلديه 2010 انتخابات فرعيه 2012 المزاج المسيحي لم يتبدل ما زال ثابت نرجع منقول انه ربما مقابل مؤشرات انهيار النظام اللي خلت تريح البعض المؤشرات الاخرى التخويفيه من ماذا بعد سقوط النظام كمان فعلا خلت انه يصير في هذا الجمود القائم نعم. في حلقه هذا الجمود يجب كسره من هون لازم يبلش التفكير كيفيه كسره هلا بالمقابل هلا هذه يعني خلينا نقول انه بقدر ما ربما 14 اذار مرتاحه انه هي ربحت وبعدها محافظه على نتيجتها يعني هي النتيجه اذا حافظت عليها مثل ما هي اليوم بتربح بال 2013 هذا الشيء بده يخلي كمان الطرف الاخر ما كثير مبسوط لانه الطرف الاخر كمان لما بيشوف انه 14 اذار ممكن تربح بال 2013 شو يعني ممكن تربح بال 2013 يعني ممكن ترجع تستلم زمام المبادره ان تعود مجددا للامساك بمفاصل السلطه السياسيه في لبنان تاخذ الاكثريه يعني وتشكل حكومه وانت تاخذ الاكثريه وبتعرفي الصراع اليوم بين الطرفين ما بعرف اذا حتصير يعني النتيجه اللي صارت ما بتشجع بس شو كان الرهان عند الطرفين 8 اذار بتاخذ اكثريه بمعزل عن النائب وليد جنبلاط 14 اذار بتاخذ اكثريه بمعزل عن النائب وليد جنبلاط تيمكن كل طرف يعتبر انه كتله النائب وليد جنبلاط هي كتله اضافيه زائده مش كتله مرشحه مش كتله مرشحه بس هل هذا ممكن؟ لا مثل ما هي المؤشرات صعبه يعني من دون نائب وليد جنبلاط صعبه لانه هذا التقارب الا قلت لك بدها عمل جدي من هلا ينوضع خطه كثير كبيره
لكسر هذا الجمود القائم. هلا برجع بنقول انه اذا ربحت بال 2013 14 اذار، هل سؤال كبير اللي عم نسأل عند الكل، هل مسموح انه تربح اذا ما صار في اي تحول على مستوى المنطقه؟ هل مسموح انتصار 14 اذار مجددا بالانتخابات 2013؟ هل مسموح عوده 14 اذار الى السلطه مجددا؟ بس بهذا المعنى ماذا تعني بسؤال هل مسموح؟ يعني هل سيسمح من حزب يمكنه منع العمليه الديمقراطيه من كيف؟ هل سيسمح حزب الله؟ بس كيف؟ هتوصلك للفكره وين؟ يعني اذا بناخذ بين يعني ما كل الشيء اللي كان صار بين 2005 الى 2011 كان كل الهدف الأساسي هو ضرب يعني إسقاط إمكانية أن تبقى السلطة بيد 14 أدار. يعني واضح أنه كل الهدف تبع الحزب أو تبع محور 8 أدار أو تبع سوريا وإيران هو إعادة الإمساك بمفاصل السلطة السياسية في لبنان، لأنه هذه المساكنة اللي كانت قائمة خولت 14 أدار أنه يكون عندها مبادرة على عدة مجالات، بدهم يرجعوا يمسكوا بمفاصل السلطة مثل ما كانت قبل 2005. فلذلك من بعد ما رجعوا مسكوا بمفاصل السلطة مجددا من بعد إسقاط الحكومة الحريرية، مش من السهولة بمكان يتساهلوا ويسمحوا بأنه ترجع 14 أدار أن تمسك مجددا بمفاصل هذه السلطة. فلذلك سيصار إلى القيام بالمستحيل، يا أما باغتيالات، يعني تتواصل عمليات الاغتيالات. هذا الكلام بس لك أنا أتيت على ذكره اليوم حضرتك بمقالتك بصحيفة الجمهورية، يعني بتتوقع أنه يقدم حزب الله يعني على اغتيالات هذا الفريق يعني بالآخر في فريق عم بيعمل الفريق اللي عمل اغتيالات بين 2005 و 2008 شو كان هدف الاغتيالات؟ مش بس فقط يعني نشر الرعب بالبلد، كان هدف انقاص الاكثريه لتحويلها لاقليه وبالتالي الحكم بالبلد مجددا. بس يعني انت تتهم حزب الله بانه هو أتهم من كل هذا الفريق. يعني أتهم كل هو هذا من اغتال القيادات السياسيه خلال الفتره الماضيه، كل فريق 8 أدار ومن يقف خلفه بالاخر في حدا اغتال، مش روح القدس اغتال او الناس، في فريق اغتال وحتى يتبين من اغتال ما نفوت بتسميه ضيقه، من يقف خلف هذا الفريق يتحمل مسؤوليه هذه الاغتيالات بشكل واضح. مسألة السلطة مسألة مركزية، يعني لا يجب الاستهانة بمسألة السلطة. بس خلينا نذكر انه لما صار اتفاق حرب الخليج الثاني وتمكنت سوريا من انه تقدر تاخذ من الولايات المتحدة تفويض بإدارة الحكم في لبنان، ما نامت على حرير، غيرت السلطة، عملت انتخابات قبل بوقتها وراحت باتجاه امساك بمفاصلها، واذا ضل في اي جيوب بين مزدوجين راحت باتجاه القضاء عليها للامساك بمفاصل السلطة، وجابت كل التركيب السياسي تقدر تناسبها وتناسب تطلعاتها لحكم البلد. لا يمكن انه تحكم البلد بقرار خارجي، قرار خارجي مهم بس بالاخر بدك قوى سياسيه محليه هي انه تمسك زمام اللعبه. فلذلك ما يقوم به الحزب انه ايه بده يضل ماسك السلطه، لانه بالاخر اذا ربحت 14 بال 2013 14 اذار وراح باتجاه انهيار النظام السوري، طب ايه شو بصير فيه؟ يعني ينكفئ الى المربع الشيعي بصفي بمعارضه المتحول الكبير بالمنطقه، اذا اضفت عليه متحول كمان داخلي في لبنان بصفي عمليه الانتصار بضفي مدوبل بهذا الاتجاه. فمشان هيك في خطوره على الاستحقاق 2013، بس ولكن بمعزل عن 2013 والخطوره تبع هذا الاستحقاق يلي ممكن، وحتى نقول شغله اضافيه، بمعزل عن كل التقديرات اللي كانت قبل عم تقول انه هذا انه الانتخابات الفرعيه بدها تشوبها حوادث امنيه، بالعكس كانوا الطرفين 14 و8 عندهم مصلحه باتمامها لكل واحد يقدر يقرا ويبني على 2013 على كانت حاجه، لانه نائب بتطلع نائب بالناقص عند الطرفين ما حيشكل تغيير بالمعادله. المعادله الفعليه هي 2013، هي كان بمثابه احصاء طبعا 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 نعتبر. هي المعادله الفعليه 2013 وحتى داخل 14 اذار في عندك كان فكره مهم هذا الاستحقاق اللي صار بالوقت، انه يعني خلص الوضعيه السوريه قلبت بالوضع، ما قلبت شيء، ما غيرت فاصله بين المان. مشان هيك ايه بدهم يقعدوا ويشوفوا شو الاتجاه اللي بيروحوا عليه وبده يروحوا، لانه اذا ما عملوا هيك انت امام انتخابات بال 2013 لن تكون حاسمه اذا ما خطيها باطارها الاداري، بتعرفي تختاري بكسروان مين واي لاحه مع مين تعملي تحالفاتك وشو الاشخاص. ما فيك تجيبي شخص تقولي خلص هذا بكفي فيه عنده ارم فوق راسه، لا، بدك تجيبي اشخاص يكون اختيارهم صح بالمكان الصحيح وعنده البيئه يلي تقدر تجمعه ويكون عم بتخوضها كل 14 اذار مجتمعه. اذا ما عملوا هيك لا انت امام ازمه. رح تقدر 14 اذار برايك يعني تسلك هذا الطريق يلي عم تحكي عنه، خصوصا انه في تناقضات بداخلها، يعني مثل ما بنعرف تناقضات كثيره، والبعض بشوف انه يمكن حتى القوات اللبنانيه اليوم يعني قد تستثمر هذا الفوز في الكرة لكي أيضا تفرض أمور أخرى قد لا تكون مقبولة من قبل الأفرقاء الآخرين داخل 14 أذار. فأدي هذا الأمر رح يكون مهم سهل. تدرك القوات، وعلى كل حال وضحها دكتور جعجع أنه منه بهالإطار بالأمس، بس تدرك القوات وأي مكون داخل 14 أذار أي مكون آخر. يعني بدي أفترض إذا ربحت القوات بدل ما يكون عندها 8 مقاعد أو 9 مقاعد صار عندها 15، وخسرت 14 أذار الأكثرية، أو التيار المستقبل صار عنده 60 نايب
و8 اداره ريحه الاكثريه ما حيربحوا بشيء. يعني في مصلحه مشتركه بتامين الاكثريه بالنهاية. لازم يكون الاولويه ان تنتصر ان تفوز 14 اداره بالاكثريه، واي حسابات فئويه اخرى لن تكون بمحلها. يقتضي الاتفاق بين كل هذه المكونات على قاعده من المرشح الافضل الذي بامكانه تحقيق الفوز، وعلى هذا الاساس يجب ان يتم اختياره واعتماده. مشان هيك لازم يبلشوا بخطوات منذ هذه اللحظه، انه هذه الانتخابات هي جرس انذار من اجل البحث جديا، يعني الشروع بفتح الملف الانتخابي منذ هذه اللحظه لل 2013. ما نقول انه بعد بكير، لا مش بعد بكير اطلاقا. الاتفاق على قانون الانتخاب بمعزل شو هو طبيعة قانون الانتخاب يقتضي 14 اداره نطلع على الناس بتقول نحن شو ما كان قانون الانتخابات، تيار المستقبل والقوات اللبنانية والكتائب وكل المكونات المستقلة داخل 14 متفقة على هذا القانون، وحدة الصف هي الأساس. لو بقي القانون على ما هو عليه اليوم سيكون ذلك من مصلحة 14 اداره مجتمعة، يعني كونها هي حصلت على أكثرية في ظل هذا القانون نفسه؟ ايه ربما يكون من مصلحة، بس الوضع انه لا، رايحين باتجاه تغيير. عم ينحكى عن شايف في تغيير؟ عم ينحكى عن انه خلينا نعطي مثال، بنفترض انه 14 اداره اجتمعت وقالت احنا متوافقين على تصورين لقوانين الانتخاب. التصور الاول بيقول دوائر فرديه، دوائر صغرى 61 دائره او ما شابه، وتصور اخر بدعي للدائره الوسطيه على النسبيه، دائره وسطيه مع النسبيه. طيب انه 14 اداره بهذا التصورين، بتوضع 8 اداره امام احراج، بده يصفي النائب بشلعون امام بيئته، انه شفتوا انه امام حزب الله بطل يسير، بده يروح على توافق على موضوع معين، بسقطوا حكما الدوائر الصغرى اللي ساعتها بيكونوا المسيحيين بكل الطرفين، قالوا نحن رحنا بهذا الاتجاه، بس ولكن ما صار في توافق وطني عليه، بيروحوا لتصور جديد، بس الاهم انه حدا يبادر، وهون في مسؤوليه 14 اداره ان تبادر لتحديد شو هو المشروع يلي بيناسب اولا شو تمثيل بس الافضل. بس معنى انه صار في توافق مسيحي حول هذا الموضوع، مش بس 14 اداره، حتى مع بقيه اطراف المسيحيه بفريق 8 اداره. هل هذه المعلومات صحيحه؟ في تقدم على بالبحث بهذه النقطه، بس اهم شيء انه التقدم بده ياخذ بعين الاعتبار انه المساله بقدر ما هي مهمه، مساله التمثيل المسيحي الصحيح وإعادة الوزن إلى هذا التمثيل، بالآخر ما فيك تعيد التمثيل المسيحي الصحيح إلا من خلال تفاهم مع شركائك بالبلد. فالمعيار الوطني يبقى الأساس، يلي من خلال المعيار والاتفاق الوطني بتعبر لمسألة التمثيل داخل البيئات السياسية الطائفية. فالأساس أنه يتفقوا بين هالمكونات 14 و8 لخوض الاستحقاق المقبل بروح الديمقراطية اللي شفناها بالأمس، وتكون فعلا يقدروا يتفقوا على قانون انتخابي يعبر عن شرائح المجتمع مثل ما يفترض أنه يعبر عليها. بس أهم شيء كمان بيضافي بمشهد امبارح، رجعنا شفنا صراع 14-8، لأنه آخر أسبوعين ثلاثة يعني، وتحديداً بعد مسألة المياومين والإشارات اللي أعطاها النائب مشلعون أنه عن إمكانية فك، أنه نحن نتحالف مع حزب الله بموضوع المقاومة بس بالتميز على مستوى الداخلي عندنا حسابات أخرى، لا رجعت فرجت من أول وجديد أنه هذا كله كلام مش بمحله. في 14 أدار وفي 8 أدار، في هذا الخيار وفي ذاك الخيار. هذا شيء بمعزل عن البعض قد يعتبره مسيء، بالعكس هو هذا شيء جيد، لانه جيد مهم على اي صعيد. مهم انه تكون الانقسام في لبنان، حتى لو كان انقسام جذري انه في مشروعين متناقضين، بس يبقى مهم انه هذا الانقسام هو عبر للطوائف، ما رجعنا لانقسامات طائفيه اسلاميه مسيحيه. نعم، انقسام عمودي يعني. انقسام عمودي طبعا، فهذا الانقسام بين 14 وبين 8 لا بيعطي ارتياح انه المساله في لبنان منا مساله صراع طائفي على توازنات داخل السلطه مسيحيه اسلاميه، الكل متفق على مساله انه ما حدا بده ينافس، ما حدا بده يحط ايده على مقاعد مسيحيه على حساب المسيحيين او العكس، لا الصراع هو صراع بين مشروعين سياسيين بالفريقين المسيحيين وفي المسلمين ان يختاروا اي مشروع سياسي هم الاقرب اليه. نعم، اسمح لي انه نحكي شوي عن دور الحكومه، يعني البعض بيشوف انه نجحت هذه الحكومه في تاكيد نزاهتها وحيادها في هذه الانتخابات، وقد تنتزع من يد المعارضه اليوم حجه اسقاطها يعني لسبب يعني انها لا تصلح لكي تشرف على الانتخابات النيابيه المقبله. هل اجتازت قطوع برايك المطالبه باسقاطها؟ لا يعني هلا يعني اول شيء انتخابات فرعيه، ما انتخابات عامه، امكانيه التزوير قد تكون بمحلات اخرى، بس انه يعني امبارح صحيح ما صار في ضربه كف، وعلى المستوى الامني كانت جيده، وعلى المستوى السياسي وكانت انتخابات نموذجيه بالامس، بس هذا لا يعني انه رصيد الحكومه بيكبر او بينقص. هلا بشكل عام هي مساله انه ربط
مساله الانتخابات حكومه حياديه تدير انتخابات. يعني هي بتجي من اي زاويه؟ بتجي من زاويه ما يمكن هذه الحكومه قبل الانتخابات انه تعمل عمليه زبائنيه، يعني تقدر توظف امكاناتها على مستوى جذب الناخبين، يعني بتعمل تعيينات اداريه، بتعمل تشكيلات، بتعمل مسائل معينه، وبتقدر هاي بسموها رشاوه ما قبل الانتخابات. بس بالانتخابات وعمليه المراقبه اللي عم تصير والاعلام اللي عم يكشف، عمليه التزوير قليله، يعني منه هذا المعيار. المعيار انه بيكون طرف بالسلطه عنده امكانيه 10 او 15% تفوق الطرف الموجود بالمعارضه على مستوى ناخبين، الاستفاده من مغانم هذه السلطه. هلا الاساس انه اذا اصلا فيها مرشحين خاصه، يعني فيها مرشحين بشكل مباشر، مشان هيك الانتخابات تكون نزيهه اكثر، يقتضي ان يكون طابع على الحكومه كل اعضاء غير مرشحين. مشان هيك الافضل تكون حكومه انتقاليه تدير مرحله انتخابيه حتى. ولكن يبدو هذا المطلب مستحيل. مستحيل 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 اولا لسبب انه حزب الله متمسك بالبقاء هذه الحكومه وما عنده، ما اعطى اي اشاره بالاستغناء عنها. اثنين انه يعني بشكل يعني 14 اذار اصبح عندك نقطتين. النقطه الاولى يعني اجوا امبارح مولوا المحكمه، لما يكون المجتمع الدولي عم يرحب بهذا التمويل وتاكيد انه هذه الحكومه تلتزم بتعهداتها والى ما هنالك من هذه المعزوفه، لا اعتقد انه 14 اذار فيها تجي تواجه توجه دولي عام عم باكد انه هذه الحكومه تلتزم. يعني المجتمع الدولي او دول كبرى تريد بقاء هذه الحكومه، تريد ايش، تاكدت على مساله انه هذه الحكومه تلتزم بتعهداتها وكذا. يعني هذه كمان نقطه تسجل لهذه الحكومه من هالجهه. النقطه الاخرى انه لما تجي 14 اذار بتساهم بمسألة الإنفاق المالي للحكومة، وكان كمان ما فيها الـ 14 أدار تكون عم تعمل شيء ونقيده، أنه بتساهم بالإنفاق المالي للحكومة، بتعطيها أكسجين لتقدر تستمر وتتفقي وياها على طبيعة الموازنة القائمة وتطالب بإسقاطها. المشكلة الأساس يلي هي ظهرت، يلي المأخذ على هذه الحكومة، أنه هي تغطي وتشرع عن الاغتيالات انطلاقا من خلفية الداتا. يعني لا يجوز أنه يكون في عملية اغتيالات موجودة بالبلد وتكون هذه الحكومة يلي هي مسؤولة عن مسألة تحرير مسألة الاتصالات تكون هي قابضة على هذه المسألة بهذا الشكل. مش هناك الخلاف هو هون. الخلاف على موضوع الحكومي على مستوى النائب النفس ما كانت بالشكل المطلوب، يعني تقدر تمارس فيه. نأمل بموضوع انتشار الجيش اللبناني على الحدود انه يصفي فيه تثبيت لهذا النائب مثل ما يفترض انه يكون، حتى لو جاء متأخرا بس يفترض انه هذه الانتهاكات اللي عم تصير على الحدود يتم توقيفها نهائيا، وبطل فيه طرف يتزرع انه هذا ما يقوم به النظام السوري ردا على معارضين سوريين. هذه كلها ادعاءات بغير محلها. واثنين انه تقدر تتعاطى من مساله الاغتيالات بجديه، مش بهذا الاستخفاف القائم، انه ما بدك تنطري تيموت شخص يستشهد شخص من 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 هذه الطبقه السياسيه تتقول ايه انه والله شو عملنا. لا، يقتضي التعامل بجديه مش بسخريه، وتكون مسؤوله هذه الحكومه عن حياه الناس، ويتم فعلا تسليم الداتا، وما نتحجج في مساله انه الحريات الشخصيه والى ما شابه. المساله هي بالسياسي، بالسياسي ما في قرار بهذا الاتجاه، يقتضي انه يكون في قرار بهذا الاتجاه، وما في مشكله اذا دارت الانتخابات، لانه لن تشكل يعني هذه المشكله الكبرى بهذا المعنى. المشكله خصوصا انه وزاره الداخليه كمان يعني ما عليها انتقادات بشكل مباشر. خلينا نقول انه يعني ضمانه اللعبه من هلا لوقتها بدها تكون من خلال رئيس الجمهوريه والكتله النائب ولي الجملات، يلي عليها تقدر ما تخلي بمحل معين ان يستفيد، وربما ايضا كمان رئيس الحكومه، يعني تحديدا داخل الشارع والبيئه المسيحيه، لانه ما في مشكله داخل البيئات الاخرى مثل ما حكينا. يعني عم تطلب انه يعرق له مشاريع العماد عون؟ حكما لانه مشاريع العماد عون هي تهدف الى امر واحد. حتى لو كانت مشاريع تهدف الى يعني تحسين حياه المواطنين؟ اذا كانت تهدف الى تحسين حياه المواطنين يقتضي ان تكون بالتوافق مع ما بتقولي عم يصير في اجتماعات مسيحيه. اذا عم يصير في اجتماعات مسيحيه، ليش بتاخذ بعين الاعتبار فقط انه مساله انه انتخابات او وبالتعيينات بتاخذ بس فقط مصلحه ميشيل عون؟ يعني هذه المساله لازم تاخذ مصلحه كل هذه البيئه المسيحيه، وما تكون فقط مقتصره على التيار يلي اجى بغفله من الزمن بهذه الحكومه. ما بدنا نفوت بسجال انقلابيه او غير انقلابيه، هي حكومه قائمه، وبالتالي لا، يعني مش مفترض السماح بأن يستغل العماد ميشيل عون وجوده بهذه الحكومة ليقدر يبني على هذا الأساس ليقدر يستفيد انتخابيا. يقتضي تعطيل كل إمكانية استفادته من مغانم السلطة تحقيقا لمآرب انتخابية بالمستقبل. هذا الشيء لازم يصير، لأنه هذا الشيء يشكل أولا مصلحة لرئيس الجمهورية، ثانيا مصلحة لرئيس الحكومة انطلاقا من العداوة يلي بيجهرها النائب ميشيل عون تجاه الطائفة السنية، ومصلحة للنائب وليد جوبلاط، هو بيتقاطعوا مع 14 أدار. نعم، بدي أشكر حضورك معنا اليوم استشار جابور، للأسف وقت انتهى، على أمل لقاءات قريبة معك ونرجع نعوض يعني عن الوقت يلي اليوم خسرناه بالنقل المباشر معك. أهلا وسهلا فيك من جديد. أيضا مشاهدينا بشكر متابعتكم برنامج الحدث لليوم، وإلى اللقاء في الغد.